لكن الظروف صعبت وخلتنا نتوب بين الحلول نتعب ونتأمل وصول بس مش معك لو تيأس بلحظة وتخذل من معك تتجاهل النور اللي خوفي لو يزول لكن معك لو ناوي نرجع نحصد البذرة ثمار نمسك زمام الأمر نبحث عن حلول أيوة معك يدي على يدك تعال نسمع مهاجلنا بأطراف الحقول أيوة معك مسلسل درامي إذاعي تأليف زياد القحم فارقة بنت معياد آلاء جمال إخراج نزار حمزة على الموعد الحلقة الثانية لقيت أحمد دورت في كل مكان ما لقيتلوش أثر إيش تقول أنت؟ إيش ابني ضاع خلاص؟ أم هدي أكيد ما ضعش الغلط غلطي أنا اللي استأمنت عيالي عند واحد مستهتر زيك فين كان عقلي لما سيبتهم عندك ورحت كيف نسيت أنه أصلاً سبب زعلي هو عدم تحملك هالمسؤولية أنت سيبتي نحن ورحتي لأنك أنت مش قادرة تشوفي إلا عيوني تشي كل شيء يكون مثالي ويمشي على ما تشنتي طول الوقت تفكري بمنطق وبدون ما تفكري بمشاعري أو حتى بمشاعر عيالك كل شيء عندك ممنوع ولازم تحسبي ألف حساب قبل كل خطوة تعرف ليش العيال ارتاحوا عندي بالرغم ان انا اب مهمل زي ما بتقولي لان انا ما حاصرتهمش ما منعتش عليهم السكريم لمجرد انهم بيمرضوا ما منعتهمش يلعبوا تحت المطر وبالطين لمجرد ان انا خايف عليهم خوفي على عيالي ما خلاناش امنعهم من انهم يعيشوا ويستمتعوا بحياتهم أنا مش عارفة من فين جبت الكلام لا وفرحان بنفسك وبإهمالك ولا كأنه بسببك ابنك ضاع ومش احنا عارفين فينه أصلا أنا ما اسمحلكش تحملين المسؤولية أحمد ابني زي ما هو ابنك ومستحيل أسمح لشي يضره والدليل أنه ابنك ضاع أو انخطف والله أعلم ضاع لأن حضرتك كل يوم تتأخر عليه بالمدرسة ابني لو حصل له حاجة أنت المسؤول الوحيد قدامي فاهم؟ بدل ما تحاسبين حاسبي نفسك وانت سبتي لنا البيت ورحتي العيال مهما كان يعني يحتاجوا لأمهم جنبهم بس خلاص الآن بدل هذا الكلام وحقكم الموال اللي ما خلصناش منه خلونا نشوف أحمد فينه وندور عليه أخي ضايع والله أعلم إيش وضعه كيف حالته وأنتم كل واحد فيكم جالس يلوم الثاني صح كلامك صح الآن لازم نهدى عشان نعرف نفكر مراد اتصلت بجدك تتأكد يمكن عنده يما اتصلت له قال إنه ما شافوش ولا خرج من البيت أصلا طيب خلونا نبلغ الشرطة ما نقدرش نبلغه قبل مرور 48 ساعة على الاختفاء يعني إيش؟ أراعي 48 ساعة بدون ما اطمن على ابني صعب صعب أجلس عاجز كده وحط يدي على خدي قوموا ندور عليه ندور عليه بكل مكان نسأل عليه أصحابه وكل الناس اللي نعرفهم واني معك ما بنخليش مكان إلا ونسأل فيه به نبدأ من أصحابه وأقاربنا نروح حتى للمستشفيات والأقسام وكل مكان ما بنخليش مكان إلا ونسأل فيه به لحظة قلت لي فكرة ليش ما ننزل صورته في الفيسبوك يمكن حد شافه يقول لنا مكانه كلامك صح نزل يلا انت معك مجموعات كثير واصدقاء كثير نزيد نشيل هذه المجموعه يا رب ورجعوا لي بالسلامة يا رب لا تخلقيش يا لطيفة بإذن الله بنطمن عليه هم أغلى شي في حياتي وما تحملش إن حد منهم يحصل له حاجة الله يحفظهم لنا ويطمننا على أحمد يا رب هذا التعليق بيقول إنه في واحد شافه فين؟ بالمستشفى طيب يلا نروح ليش منتظرين؟ قوموا يلا نروح يلا Ah.
إذا سمحتوا فين رايحين؟ بدنا ندخل المستشفى. أولا لازم يكون عندكم حجز عند الدكتور ويدخل المريض ومعه مرافق واحد بس. ليش يعني؟ شكلكم مش عايشين معانا، ما تسمعوش بكورونا ومخاطره. ولا تنسوا المستشفيات أكثر الأماكن اللي فيها تجمع الأمراض، فلازم كل واحد ينتبه لنفسه ويلتزم بالتعليمات. بنلتزم بكل شيء. إحنا داخلين إلى إدارة المستشفى، ابني ضايع وفي حد قال إنه شافه هنا، لو سمحت وصلنا لإدارة المستشفى. طيب البسوا كماماتكم أول وادخلوا الدور الثاني نهاية الممر، المكتب اللي على يساركم. ما فيش معي كمامة. ما بقدرش أدخل أي حد بدون كمامة، هذه قواعد ولازم نلتزم فيه به. أني معي كمامات، خد دي لك ودي المراد، ويلا ندخل. يلا يلا. اتفضلوا يا جماعة، كيف ممكن أساعدكم؟ أنا ابني اختفى بعد المدرسة اليوم، ونزلنا صورته على الفيسبوك، ووصل لنا تعليق إنه في حد شافه هنا في المستشفى. طيب بتصل بالطوارئ والاستقبال نشوف لو في طفل وصل لنا إحنا. هل في حالة لأي طفل وصلت نحن اليوم؟ متأكد صح؟ هيا طيب شكرا لك. العفو منكم يا جماعة، ما فيش أي طفل وصل نحن اليوم في الطوارئ. بس اللي كتب لنا التعليق قال إنه داخل المستشفى، يعني ما وصل في إصابة أو حادث. في هذه الحالة لازم نشوف كاميرات المراقبة حق المستشفى، بس إذا سمحتوا شخص واحد منكم يجي معي، لأن احنا نتبع إجراءات التباعد والباقيين انتظروا في مدخل الاستقبال. ولو سمحتم الله يرضى عليكم التزموا بالإرشادات المكتوبة على الجدران. خلص يا أبا يمه، خلوني أروح أنا، لأن أنا لبسته اليوم للمدرسة وذكر تفاصيل كل اللبس حقه بعرفه حتى لو كانت الصورة مش واضحة. وانتم روح انتظروا على بال ما أروح وارجع. طمني يا لطيفة طمني، إن شاء الله الآن بنعرف فين هو ولا يطمننا عليه. أمسك لي إنه ما يشتيش المدرسة، يشتيني أني. أول مرة أحس إني كنت أنانية لما قررت أسيبكم وأسيب البيت. خير يا أختي، مالك تبكي؟ زوجي مريض وحالته تدورت. مين؟ نور، إيش حصل لزوجك؟ دكتورة لطيفة اعذريني، والله ما عرفتك مع الوضع اللي أنا فيه. ولا يهمك، طمنيني كيف صحة زوجك؟ أنا السبب، أنا اللي ساعدته يخرج ويدخل بدون ما ينتبه لنفسه ولا يركز على الأشياء الأساسية اللي تحميها. أقلقتيني، إيش فيه زوجك؟ كورونا. كنت جلست عمل باستهتار وقوم مش موجود والله بيحمينا، هلا قليل برد ما فيش حاجة تخوف. حتى لما قال لي فكرة انه بياخذ اللقاح انا قنعته يبطل، قلت له صار المرض قد انتهى وما يحتاج ناخذ اللقاح. كنت مهملة بكل التفاصيل، ما انتبهت لا على الاكل الصحي اللي بيساعد الجسم ويقوي المناعة ولا على ان احنا نحافظ على انفسنا. عفوا يا اختي، بس زوجك مش جاهل عشان تحمل نفسك مسؤولية اللي حصل له. احيانا نكون محتاجين انه الواحد ينصحنا ويوقف جنبنا عشان نعرف نهتم بنفسنا وباللي نحبهم. هو صح مش جاهل، بس أنا كنت دائماً أهمل في صحتي وصحته وأقول له أنه في أشياء في الحياة أهم. في النهاية اكتشفت أنه ما فيش حاجة في الدنيا أهم منه ومن صحته، بسبب ظروف الحياة ومشاغله والأطفال ومشاكلهم اللي كان نتعامل مع بعض وكان إحنا غراب. كل واحد منتظر أن الثاني واقبه بدون ما يفكر بالشخص الثاني، خاصة بعد أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية اللي تسببت فيه به. كل اللي فكرنا فيه به كيف ممكن نتجاوز أزمتنا المادية، بس ما فكرنا كيف ممكن نحافظ على بعض. وبدي اللحظة أنا مستعدة أن ندفع كل شيء واخسر كل شيء إلا هو. يا رب بس يقوم بالسلامة، ما أشتي أي شيء ثاني من الدنيا. إن شاء الله إن شاء الله يقوم بالسلامة، والله يطمنك عليه. لطيفة، ها صح نحن منفصلين، بس ما مرش علي يوم ما قلقتش عليك فيه بسبب عملك كطبيبة. أنا عارف إنك تتعبي كثير وإنكم الأطباء تقدموا حياتكم عشان تعالجوا الناس، وفخور جدا، وفخور كمان إنك أم عيالي. بس لو في يوم حصل لك حاجة تأكدي تماما إن حياتي تنتهي. ذكرت المستشفى دي ولد أحمد فيبه؟ صح، أيوة الآن ذكرت.
بالرغم من انه كان ابننا الثاني، بس كنت خايف عليه خوف، ومن التوتر كنت مش عارف ايش ادعي، ورجعت اقول اللهم اني اسالك بسفرنا هذا البر والتقوى. ذكرتني ورجعت انا تعصبت عليك وقلت لك اسكت احسن ولا تدعي لي. مرت الايام بسرعه وكبروا العيال، كل هذا وكانه امس. امه ابا احمد ما حصلناش بالمستشفى ولا شفناه بالكاميرات. انتظرونا في الحلقة القادمة. أيوة معك، تأليف زيادة القحم، فائقة بنت معياد، آلاء جمال، مراجعة نص يسرى عباس، بطولة نبيل حزام، نجيبة عبد الله، أمل إسماعيل، عبد الله يحيى إبراهيم، هديل أبو أصيل، عبد الغني مطاوع، أحمد المعمري، رشاء السلامي، محمد أبلان، نزار السنفاني، معتصم السامعي، سليمان البراي، علياء الحماطي، معتصم السامعي، لطيفة أبو هاشم، رجاء صالح. تمثيل شهدي راجح، أمل الشيباني، آية الزمر، أشرف الداري، أنور الشرفي، عمرو الدلاق. مدير خط الإنتاج سحر عبدالله. منسق المشروع أمل الشيباني. مدير إنتاج أسامة الشهاري. منسق إنتاج نبيل العريقي. متابع إنتاج عبدالله المدعي. مصحح لهجة علياء الحماطي. أغنية التت كلمات حنان الصغير. ألحان وإنتاج صوتي إبراهيم بن طالب. توزيع موسيقي ومكساج محمد بريشان. غناء عزوز العواضي. الإشراف الفني هاشم حمود هاشم. الإشراف العام خالد سلام. إخراج نزار حمزة.